عطيتي دابا انت والسوق عاطينو 100 وجوج قال ما حافظك خويا اش عطاني اش تقول اش عطاوني قالو 100 وجوج قالو انت كنت تخيطي بيها واش ان شاء الله الله يعزك راه 6000 درهم الخوت 3000 درهم الواحد الخوت بدريين ملاح اللهم بارك انا اشريتهم لي مع الكسابه الخوت ماشي بعتهم لي والله يدير الخير بارك الله سلعه مليحه الله يبارك عندنا 23 في الدار وهذه 48 راس هي تكون شي 71 راس فيها كمان برطاس دوريجين ماشي عنده الكرون طالعين ولا شي هضره ما عندوش الكرون هذا هو الدوريجين هذا هو الدوريجين دوريجين ديال السردي السلام عليكم خوت حياكم الله خوتنا وحبابنا داخل الوطن وخارج الوطن اليوم راه تنتواجدوا في سوق 2 قلعه السراغنة اللهم بارك بتاريخ 19/6/2023 نشربوا واحد الكويز ديال اتاي مع خي احمد كدير اخو احمد بخير راك عزيز على المشاهدين بالسير ديالك كدير اخو احمد بخير هاني هشام خويا تحياتي الله يحفظك خويا هشام الله يعزك خويا احمد السوق كي جاك نتايا كي ولا داير السوق اش من ثلاث حتى لحد عقب رجع الثمن للميضه رجع يلا يلا ولا ثمن زوين رجع الثمن للميضه ولكن مزيان للناس الثمن ها مزيان الحمد لله ثمن متناول ياك الثمن اللي كان ياك ما بقاش ذاك الرخا كار داز السيمانه رخيصه عقب طلع السوق دابا اليوم تنغس السوق على الطاويه اليوم ولا دابا نهار الخميس كان رخا قال لك كنتي شاريها مارس كنعطيك فيها 110 نهار الثلاثاء هو طايح السوق ياك الخميس اليوم دابا السوق منغوص شويه نهار الحد منغوص اليوم منغوص كاينه اليوم مزيان السوق ياك من السوق الثمن في المتناول ديال كل شيء ايوا كاين العيات تبارك الله العيات اليوم كيشريو البارح كيشري العيات هو الثمن رجع للميضه ياك خويا صراحه يلا ما نحناش بالخسر ملي طاح راه كنا اللي مطاح ملي رجع للميضه رجع للميضه داك الشيء راه يلا الله يحفظك احمد تحياتي تنشكروك غادي تسوقوا معايا نمشيو نتسوقوا الخوت كاينه غير الغدا ولا بعد الغدا ما تعرفاش كاين يطيح ينزل يزيد الله يعلم كاينه معقوله راه غادي مع السوق كاينه واه الله يحفظك خويا هشام تحياتي لكم انا نوض نمشي نصوروا الفيديو للاخوان الله يحفظك خويا هشام تحياتي السلام عليكم الله يحفظك خويا احمد شكرا بزاف تحياتي بارك الله اللهم بارك الخوت هادو 12 خروف خديتهم انا شاركتهم انا واحد السيد الله يبارك انا وهاد المرضي هذا اللهم بارك ديناهم مع الصباح خديناهم ب 51 2550 درهم هادو ديال العيد ان شاء الله خرفان بدريين ملاح هادي تحيه للعشاق اللي عشقوا خروف بدري عيدوا عليه المليح المليح وفيهم التقليبات تبارك الله لا الله يبارك تبارك الله 12 خروف مزرده لا حبوب لا والو نقى نقى الخوت نقى اللهم بارك تبارك الله وثمن زوين الخوت 2550 درهم تبارك الله الله يبارك 12 خروف مزرده مزرده وتقليبه تبارك الله كلها فيها تقليب هاد السلعه بحال هادي الخوت راه جديده الحيمات يبقاو نقيات تبارك الله يطيب على البخار اللهم بارك تبارك الله ها اش كاين محمد الله يبارك قاعد وليدي قاعد محمد قاعد من لي سير قاعد الاخر هذوك اخويا توكل على الله توكل على الله اخويا شارين جملة اخويا فاعمل لي ملي الله يبارك الخوت كما سمعتوا 2550 درهم المشرة باش خديتهم تبارك الله الله يبارك مليح المليح وديما المليح وتنعشقوا المليح تحياتي للخوت العشاقة ديال المليح راه موجود الخوت داو عمي لا لا مليح تبارك الله تحاولي عندك باقا عندك شي خير من هذا باقا باقا السلعه بحال هذا الشكل هذا اللهم ادسنا الحيب لتني يلاه جاتنا يا مليح تبارك الله شحال دابا وصلوا معاك 100 وجوج شحال عطيتي دابا انت والسوق عاطينو 100 وجوج قال الله يحفظك خويا اش عطاني اش تقول اش عطاوني قالوا 100 وجوج قالوا انت كنت تخيطي بيها واش قالوا 5100 درهم الخوت اللي عاطينو اللي عاطيه السوق تبارك الله اللهم بارك دابا هاد انا واحد النقطه نوضحها للاخوان هاد الحولي غليظ غنبقى شوي في الثمن على الثمن اللي كان هذا راه كان هذا كان باب الله 6000 درهم نقول الصراحه دابا السيد عطاو دابا 100 وجوج لا يمكن عاد رجعت واحد الدار الله يحفظك باقي عندك السلعه اللهم بارك 5100 درهم الخوت 100 وجوج دخلنا النيميرو ولا بغى شي متتبع شي سلعه عندك قولنا النيميرو 06 62 84 21 72 اللهم بارك السكنه فين؟ هنا التعاونيه ديال المحيطه هي الله يحفظكم باش بعيد من القلعه جوج كيلومتر الله يحفظك
اللهم بارك الخوت تبارك الله كما سمعتوا 5100 درهم. الله يسر، تحيه للحاج، الله يسر ليك، الله يعاونكم، الله يعاون ولد عمي. عندي الله يحفظك، الله يحفظك تبارك الله. اللهم بارك الخوت، هادو زغر فان مدريين تبارك الله، اللهم بارك. شداو سال قاعد وسال قاعد، اللهم بارك. ملاح راه خديتهم الاستاذ تبارك الله، كدير الاستاذ بخير، الله يحفظك بالصحه والراحه ان شاء الله، الله يعزك. راه 6000 درهم الخوت، 3000 درهم الواحد الخوت، بدريين ملاح، اللهم بارك. انا اشريتهم لي مع الكسابه الخوت، ماشي بعتهم لي ولا شي حاجه. الاستاذ ديالنا الله يبارك، وراه الابن ديالي راه تيقرا عنده تبارك الله، اللهم بارك، الله يحفظك استاذ وبالصحه والراحه ان شاء الله، اللهم بارك تبارك الله. قاد لك سعيد راسهم مزيان، الله يبارك. الفان ملاح الخوت تبارك الله، هادو راه استاذ راه حيدا الجليده تبارك الله، هادو ان شاء الله يطيبوا على البخار، انهم بدريين تبارك الله، الله يبارك. الخيمه سعيده تجي الخيمه، واحد دقيقه هز لك راسو، شد العبدي، شد العبدي بلاتي واحد دقيقه، الله يحفظك. دوز نور، هاي دوز، زر شويه لي، اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. فان ملاح الخوت، مليح مليح، دور هذا لجي. لا لا تزكى العبدي، هو العبدي ترى ما شد ما والو هذيك، الله يهديك وبصحة والراحة أستاذ، الله يسر، الله يحفظك تبارك الله. اللهم بارك الخوت، السلعة اللي شرينا اليوم الله يبارك 48 راس، هذه المتتبع ديالنا خويا كمال، تحياتي لك خويا، الأمانة ديالك خويا كمال، تحية الناس جمعة بني هلال، والله يدير الخير تبارك الله. سلعة مليحة الله يبارك، عندنا 23 في الدار، وهذه 48 راس، هي تكون شي 71 راس خويا كمال، اللهم بارك. الأمانة ديالك ها هي اليوم، راه دخلت سلعتك، اللهم بارك تبارك الله. السوق المكسابية مليحة الله يبارك، سلعة مليحة. اسمح لي يا عمي، اسمح لي، ها المليحة ولدي، السلعة مليحة تبارك الله، الله يبارك. بعبد العزيز السلعة كي جاتك يا بعبد العزيز؟ ها الله يرفعك الصحة، امين، الله يحفظك ودي يا بعبد العزيز بارك الله. الله يسهل على مولاه عبد العزيز، الله يسر لي ان شاء الله، مولاه اللي شرينا لي الله يسر لي تبارك الله. ها المليحه الخوت، سلعه نقيه، بارك الله، اللهم بارك. سلعه معاوده الله يبارك، والمليح المليح الله يبارك، 48 راس مزرده. هكاك وليدي، هكاك تحية ليك وليدي، تحية ليك، الله يصالحك ليا إن شاء الله. المليح ديما الجديد، ديما المليح، ديما نتهلاو في حبابنا وخوتنا المشاهدين، وحنا راه سبب الخوت كما تنقول لكم ديما، حنا راه سبب، انا راه الله سيسخرني لهاد الناس هادو، تنتقدى لهم سلعه زينه، وهادشي من فضل الله، الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. الله يحفظك خويا استاذ، الله يحفظك ودي استاذ، اللهم بارك تبارك الله، الله يحفظك خويا المرضي، الله يحفظك خويا، الله يعزك، بلاتي تنسالي خويا، الله يرحم الوالدين، راه خدام خويا، الله يبارك الخوت. دي استاذ بخير الحمد لله، الله يحفظك ودي استاذ، كي جاك الخير يا استاذ؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد، مرحبا، الله يحفظك ودي استاذ. استاذ قدينا لك الحواله ياك، اللهم بارك، غندوزهم معنا ان شاء الله، الله يحفظك ودي استاذ بارك الله، والله يدير الخير لخوتنا وحبابنا وعواشر مبروكه، والله يدوز هاد العواشر بخير وعلى خير ان شاء الله. هات كاين مراد القرقاع تبارك الله، الله يدير الخير، نمشيو اتجاه اخر اخوت، اللهم بارك الخوت، هذا نياك ود عمي، اللهم بارك. شحال قلتي لي وصلوا معاك؟ 112 تبارك الله، مليح خير، راه موجود الخوت، جروحها شويه، جروحها شويه، 112 تبارك الله، مرقد وناس داير تبارك الله، اللهم بارك. 112 5600 درهم، صدق صدقتك انا ياك، ياك الحاج، لا لا الله يجعل البركه، لا لا خلي بندي، والله الا بندي لحد الصديق احي، لا لا الله يحفظك ودي الحاج، ياك الله يحفظك ودي الحاج، بارك الله فيك الحاج. 5600 درهم الخوت، 112
قلت كما قلت لكم الخوت راه ديما تنوضح لكم هذا الخير ديال السلعه الحولي الغليظ راه طاحت فيه الفلوس. المويان باقي شاد الثمن، الحوليه شاده في الثمن، الغليظ مولي يقلال في السوق. هادشي اللي كاين ورزاق الله، تنقول داكشي اللي كاين المعلومه تنوصلوها للناس. هادشي اللي بحال هذا راه كان باب الله 6000 درهم 120 6000 و 6500 حتى 6500. دابا هاد السيد دابا راه عطاو 112 راه حنا صادقنا مع الله 5600 درهم راه حولي مليح. اللهم بارك تبارك الله الخوت، الله يبارك تبارك الله تبارك الله. نمشيو نقضيو مع الغراض ان شاء الله ونمشيو لاتجاه اخر ان شاء الله. بارك الله. با محمد دير با محمد هذا اش دير في السن با محمد؟ سنة الحليب. سنة الحليب هذا الخير باقي سنة الحليب تبارك الله. مازال ما كنسنى. اللهم بارك تبارك سنة الحليب الخوت، اللهم بارك تبارك الله. الثوب ديالو احمر تبارك الله هذا، اللهم بارك. زيد اخويا زيد. شحال الثمن با محمد؟ 140 140 اللهم بارك. 140 الخوت 7000 درهم 140 الخوت بارك الله مليح. اللهم بارك بارك الله مليح تبارك الله. وباقي سنة الحليب تبارك الله الخوت. زر روحها شويه محمد الله يرحم والديك، الله يرحم والديك. اللهم بارك الخوت مليح. الله يستر ابو محمد، الله يستر ليك. تحية العبدي. اللهم بارك الخوت. هادو راه السوق اليوم تبارك الله ديال الحوليه، تبارك الله ديال الخروفه ديال العيد تبارك الله. هادو راه الكسيبه والعيد، هادو راه تبارك الله حوليات. اللهم بارك تبارك الله. شحال ود عمي الثمن المرضي؟ 66 العظيم تبارك الله. 66 3300 درهم. اللهم بارك تبارك الله. خروفه غليظه تبارك الله. الله يبارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. تنيه وسنا الحليب ياك ود عمي، تنيه وسنا الحليب اللي كاينه. اللهم بارك تبارك الله. نزل هذيك راسها ود عمي الله يكرمك. المليح الخوت المليح الله يبارك تبارك الله. 3300 درهم الله يسر لك المرضي الله يعاون. ود عمي بخير الله يحفظك. شحال المرضي؟ 94 4700 درهم 94 بجوج بهم الخوت تبارك الله. اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله. حلا 47 حلا 2350 درهم الوحده. الله يبارك تبارك الله تبارك الله. حولي شاده في الثمن كما قلت لكم الخوت تبارك الله. هيا الله يحفظك. تحيه لمول الماء الله يسهل عليك ادريويش الله يحفظك تبارك الله. اللهم بارك الخوت. السلعه راه خديت انا والسيد علال خويا بخير، شاركت انا وياك اليوم ياك ها؟ اللهم بارك. يامس اليوم البروج اليوم كدير خو عبد الطيب بخير الله يحفظك. هذه يا خوت راه خديناها ب 37 انا وعلال شاركناها ديناها جمله 1850 درهم 37000 ريال باش خديناها تبارك الله. 22 راس اللهم بارك. سلعة نقية تبارك الله الله يبارك الخوت تبارك الله. اللي زيد ود عمي مهنا زيد ود عمي مهنا زيد اخويا الله يحفظك المرضي. اللهم بارك تبارك الله الخوت. هذا خروف كسابي، هذا اللي بيخليه ورا العيد ان شاء الله الخوت ان شاء الله. اللي عنده شي بركه ديال شي حصيده ولا ينقبوا والله يسر. بنادم تيعرض الربطه على الله والله يدير الخير. اش تنطلبوا كما سمعتوا الخوت راه خديناها ب 37850 درهم 22 راس. بعنا هنا الله يسخر اللي بغى مرحبا بيع والو. النميرو على الشاشه ومرحبا بالاخوان. تحياتي لكم خوتنا وحبابنا اللي تيشاهدونا داخل الوطن وخارج الوطن الله يبارك. سير على شويه المرضي سير بارك الله. صاحب ديال المسمن ابو زيد شي فاطمه مع صاحبك زيد علال علال خويا علال انت خويا راك رد البال ياك. عطاوك شي دابا ولا باقي؟ باقي ما عطاوناش ويدير المعاش واك. ايوا ما يكون الخير ان شاء الله علال. شاركتي مع ولد الزعيم راه ما يكون الخير ان شاء الله. شو اتجاهك؟ الله يحفظك خلينا البر. شحال المرضي شحال؟ شحال المرضي شحال؟
56 صاحبي وتصور معايا اليوم بنتكلم معاك على فايت سيزون. مرحبا. هو 56 الله يبارك. تشوف 2800 درهم متبعك ديما. الله يحفظك الله يعزك. هو 56 شو تشتني هيك. مرحبا بك. مرحبا. غادي بتعيد عليه؟ باغي نعيد عليه. مرحبا سير الله يسر. الله يحفظك. تحياتي. كاين الكاليتي ولا لا؟ لا لا كاين ثمن زوين. ندوزو فيسبوك اليوم مع هذا. كاين ثمن زوين. باينه مليحه. الله يحفظك سير بالصحة والراحة. الله يعزك. 2800 درهم. 2800 درهم. الله يحفظك 56. سير الله مبارك الخوت. شحال ود عمي؟ شحال الثمن؟ 46 و500. الله يبارك تبارك الله. 4000 ديال الرباح. الله يرحم والديك. 2325 درهم المسر الخوت 46 و500. الله يبارك تبارك الله. أطور يا غلي مزينه تبارك الله. سلعه الدراوش ياك هذه تبارك الله. سلعه الدراوش اللي عيط تبارك الله. وغلا منقيه غلا منقيه البدري الله يبارك. كاين لحبوب اللهم بارك. 2325 درهم الخوت ديال البلاد تبارك الله مليح. الله يبارك تبارك الله. الله يبارك. البدري راه زين تبارك الله. حيد الجلده اللهم بارك الخوت. والله يستر ود عمي. تحياتي خويا الله يحفظك الله يعزك. امين. رضوان خويا بخير عندك المليح الله يبارك تبارك الله. اثنين ياك الثمن شحال هذا معاهم ياك الثمن ديال المشره ولا تطلب ثمن المشره شحال 97 اللهم بارك 97 الله يبارك بارك الله. 4850 درهم 97000 ريال الخوت تبارك الله. الله يبارك. شحال من راسه؟ خمسة الحواله ملاح تبارك الله الخوت 97 الله يبارك تبارك الله. بارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله الخوت 4850 درهم 97000 ريال. دخلنا النمره رضوان اقول خويا 06 51 69 99 36 اللهم بارك تبارك الله. خير راه موجود الخوت اليوم في سوق اي 2 قلعه السراغنه. خير موجود الحمد لله تبارك الله. كل شيء عيد كاينش اللي يقعد بلاش. كله يعيد برزقه. الله يبارك. والخير راه موجود ديال الحول السردي تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله. كما سمعتوا الخوت 97 المشره باش خداهم من عند الكساف 4850 درهم تبارك الله. خويا رضوان الله يستر الله يحفظك خويا. شحال طول المولى؟ 100 قلجو. طول المولى 100 قلجو. شحال حيد لكم انتوما؟ حيدتوا لي 50 درهم للحولي. اي الله يبارك. الله يستر رضوان الله يعزك. السي عامر خويا اليوم سريتي حولي ما عندوش القرون الفرطاس. لا مليح اللهم بارك. كاين العشاق ديالو؟ كاين العشاق ديالو تبارك الله. شحال السي عامر المشره؟ 75. انت هو كسبتك عمي؟ لا شاري شاري وبعتي السي عامر الله يعطيك الصحه. شحال المشره؟ 75000 ريال. 75000 ريال الخوت 3750 درهم اللهم بارك تبارك الله. فرطاس دوريجي وراه كاين العشاقه ديالو هذا الخير هذا تبارك الله. هذا هو الشهاده ولدي تسمى فرطاس دوريجي. ماشي عنده الكرون طالعين ولا شي حاجه هذا ما عندوش الكرون. شيم هذا هو الدوريجي. هذا هو الدوريجي. دوريجي السردي. دوريجي ديال السردي. دوريجي ديال السردي. اللهم بارك تبارك الله. لا مليح الله يبارك تبارك الله. قعد واحد شويه لي الله يحفظك. قعد شويه لي الله يبارك تبارك الله. الخوت كما سمعتوا قلت لي 75 3750 درهم. سي عمر دخلنا النيميرو قلنا النيميرو ديالك خويا 0629 14 22 8 الله يحفظك. الله يحفظهم لينا ومبارك عواشرهم داخل الوطن وخارج الوطن. الله يحفظك ودي سي عامر. الله يسالك مستمرك منور. راني ساري لك بالطبع ما تخافش. الله يحفظك. الله يحفظك سير الله يسر الله يعاون. الله يحفظك. الله يحفظك. داك الشيء من فضل الله الحمد لله. الله يسر الله يعاون. اللهم بارك الخوت. احمد خويا كيداير بخير السي احمد الله يحفظك الله يبارك فيك. هادو خديتي ما السي احمد ياك مع الكساب اللهم بارك. شحال خويا احمد؟ 132 المشره تبارك الله. 132 باش خداهم خويا احمد الله يبارك تبارك الله. 6600 درهم 132 بحال 66000 ريال الواحد بحال 3300 درهم الواحد الخوت تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وراه ثمن مزيان الخوت هذا تبارك الله. 66 راه خير تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله الخوت تبارك الله تبارك الله. الله يبارك. خرفان ملاح الخوت
66 3300 درهم الواحد. اللهم بارك تبارك الله. والله يسر السي احمد، الله يسر ليك، الله يحفظك اودي السي احمد، بارك الله فيك. شو اتجاه اخر الخوت، تحياتي للخوت داخل الوطن وخارج الوطن. ابو الحياة، اللهم بارك تبارك الله. شحال خويا صالحي؟ المشرى، المشرى 39 الخوت. اليوم اكثريا نصور الاخوان، اخوان هذا طلب المتتبعين، قال لك صور لنا سلعة الدراوش. اليوم غنصور سلعة الدراوش اسيدي. 39 1950 درهم الخوت، اللهم بارك بارك الله، الله يبارك الخوت، بارك الله بارك الله، اللهم بارك اللهم بارك. تحية لكم خوت، الله يسر الله يسر. سي عبد الرحيم غيقول لنا النميرو 06 46 04 91 85. مرحبا الله يحفظك، الله يسر الله يعاون. تبارك الله اللهم بارك الخوت. شحال خويا هشام الثمن؟ 46 تيطلبوا فيه 46. الله يرحم الوالدين. 2300 درهم، اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. شحال من راس؟ 25 25 راس يطلبوا فيها 46. 2300 درهم، اللهم بارك تبارك الله. والخير موجود، الخوت ديال السلعه تبارك الله خير موجود. الحمد لله الحمد لله على هذه النعمه ديال الله. الله يسر اخويا هشام، تحياتي اخويا. سي احمد كدير بخير، الله يحفظك الله يبارك فيك خويا. هادو ديال العيد تبارك الله، اللهم بارك. ملاحه شحال الثمن خويا؟ 60 3000 درهم. حوليه شاده في الثمن خويا ياك، ولكن مليحه. واه المليحه خويا والثمن توا كاين، بارك الله. 3000 درهم الخوت هذا، حوليه المليحه راه شاده في الثمن الخوت، بارك الله. ملاحات وزينات كاين المليح، حوليه تبارك الله هذا العام، اللهم بارك. مليح جوده كما سمعتوا الخوت، راه 3000 درهم قال لكم هذا. ما كان فيهمش العيد. الحوليه شاده في الثمن الخوت على الحولي، مازال الحولي رجع في الثمن الغليظ شويه. هذه راه ديما تنقولها لكم. لا خير من السيمانه كامله. ايه والو الحولي اش فيه؟ الله يسر اخويا، الله يسر سي احمد. شحال خويا الثمن المرضي؟ 82 تبارك الله. 4100 درهم 82 تبارك الله. حوليات ديال العيد تبارك الله، الله يبارك. حل 2050 درهم الوحده، الله يبارك الخوت بارك الله. الله يسر لك خويا، الله يسر اخويا بارك الله، الله يبارك. حوليات ديال العيد شحال عمي الثمن؟ جبنا ولا فرادي؟ فرادي شحال تعطيك فرادي؟ 56 56 اعطيني 50 اطلب. اي الله يحفظك، اعطيني 50 2500 درهم الخوت، 50 الله يبارك. سنا الحليب الله يبارك تبارك الله عمي، الله يبارك تبارك الله. داك الشيء لقيت تبارك الله. اي والله مبارك تبارك الله تبارك الله. كما سمعتوا الخوت 2500 درهم، حاجه زوينه الله يبارك تبارك الله. سنا الحليب بدريات، هذه هي البدريات تبارك الله، حوليه بدريات تبارك الله، اللهم بارك. الله يسر لك عمي الحاج، الله يحفظك بارك الله فيك تبارك الله، اللهم بارك الخوت. شحال خويا هشام الثمن؟ 46 تيطلبوا فيه 46. الله يرحم الوالدين. 2300 درهم، اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. شحال من راس؟ 25 25 راس يطلبوا فيها 46. 2300 درهم، اللهم بارك تبارك الله. والخير موجود، الخوت ديال السلعه تبارك الله خير موجود. الحمد لله الحمد لله على هذه النعمه ديال الله. الله يسر اخويا هشام، تحياتي اخويا.